لو كنت أو كنتي تلبسون نظارة علشان عندكم قصر نظر، أباكم تشلونها وتحاولون تشوفون هذه الحلقة الآن، كيف بتكون؟ مغبشة صح؟ أو مضببة؟ أو بلوري يعني؟ طيب، هل تساءلتم كيف كان حال الناس قبل اختراع النظارة؟ أنا بقولكم، كانوا اللي عندهم قصر نظر يشتغلون في مهن مثل النسخ والموزايك والحرف اللي تحتاج قدرة على رؤية الأشياء القريبة. لكن هذيل الناس كانوا لما يعني يطلعون في الأماكن اللي فيها حيوانات في البرية، فحظهم في الحياة قليل، لأنهم ما بيشوفون الحيوان مفترس من بعيد لين ما يتقرب يعني عندهم ويهجم عليهم. وبشكل عام لما يكبر الإنسان فإن غالبا ما يحتاج نظارة. فتصوروا في ذلك العصر كان اللي يوصل 50 سنة تقريبا أو حتى قبل بشوي يعني يهتمون فيه أهله ويمسكونه لما يطلع من البيت بيروح مكان معين، لأنه ما يقدر يدبر نفسه، تصوروا، عشان بس النظارة. بس في القرن التاسع ظهر شيء اسمه حجر القراءة أو ريدينغ ستون، ويقال أن عباس بن فرناس هو اللي اخترعه، وكان عبارة عن قطعة زجاجية أو من حجر الكريستال الكوارتز مصقول يوضع فوق الكلمات علشان يكبرها فيسهل على الشخص أن يقرأها. النظارة هذا الاختراع البسيط اليوم غير مسار البشرية وأزال إعاقة في عرف العصور الوسطى، لكنه ما كان ممكناً لولا العالم العربي الحسن ابن الهيثم. بس ابن الهيثم ما اخترع النظارة، وإنما وضع أسس البصريات اللي مع مرور الزمن ساهمت في ابتكار مش النظارة فقط، بل التلسكوبات وأشياء كثيرة أخرى طورها علماء في أوروبا مع مرور الزمن. ولد ابن الهيثم في البصرة في العراق في عام 965 للميلاد، واللي نعرفه عن بداياته هو أنه تلقى عدة معارف وعلوم مختلفة دينية ولغوية وعلمية فنبغ فيها، الأمر اللي أهله أن يكون قاضياً في البصرة. كانت البصرة في ذلك الوقت ممتلئة بحركات دينية متنوعة المذاهب، والصراعات بينها كانت محتدة، لذلك ما لقى ابن الهيثم تلك البيئة المتوترة مناسبة لدراسة العلوم الدينية، فركز في دراسة العلوم العلمية مثل الفلك والرياضيات والفيزياء، فنبغ فيها وذاع صيته في العراق ومصر وسوريا. وفي يوم من الأيام سمع ابن الهيثم أن فيضان النيل أحياناً يأتي زائداً فتحصل فوضى في المكان، فقال أنه يستطيع بعلمه بالهندسة إيجاد حل للتحكم في فيضان نهر النيل، وقال لو كنت في مصر لعملت في نيلها عملاً يصلح به النفع. ما كان ابن الهيثم يدري أن تلك الجملة بتكون سبب في حدوث تحول هائل في حياته لاحقاً. فلما وصل كلامه للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله دعاه إلى مصر وطلب منه تنفيذ الكلام اللي قاله. فانطلق ابن الهيثم في رحلة استكشافية إلى جنوب نهر النيل في أسوان، لكنه صدم من النيل الكبير وفيضانه العظيم، وكان قد أخذ جولة على المباني اللي يعني خلوها المصريين القدماء، فقال في نفسه لو كان ممكناً بناء سد لحبس الفيضان لكان المصريين القدماء بنوه منذ زمن طويل. فرجع للخليفة وهو خائف محبط من عدم قدرته على تنفيذ ما قاله. ما كان الحاكم بأمر الله الفاطمي أشهر الحكام الفاطميين حاكم طبيعي، فقد كان مزاجي للغاية، يعفو ويصفح ويعاقب حسب مزاجه، فقتل الكثير من العلماء والوزراء على هفوات بسيطة يعني، وكان يصدر بين الحين والآخر أوامر غريبة مثل قتل الكلاب وعدم السماح للمرأة بالخروج من البيت وتحريم أطعمة معينة وإجبار الناس على العمل بالليل وغيرها من القرارات العشوائية. لذلك لما ابن الهيثم عجز عن الوصول لحل حق السد خاف على نفسه، لكن ما بلت حيله، فراح واعترف بفشله للخليفة. وهناك روايات تقول بأنه ادعى الجنون، لكن الباحث رشدي راشد نفى هذا الكلام، إلا أن الحاكم بأمر الله اكتفى بحبس ابن الهيثم في الإقامة الجبرية عقابا له. وقي ابن الهيثم في القاهرة لمدة 10 سنوات وحيدا لا يرى أحد، لكن هذه الوحدة أعطته فرصة للتفكير والتأمل، وأدى ذلك لتحقيقه لإحدى أكبر إنجازاته. كان ابن الهيثم يعرف أن اليونانيين كانوا يعتقدون لعدة قرون أننا نرى الأشياء لأن عيوننا تطلق أشعة غير مرئية فتسقط على الأشياء فنراها. وقديما كان أغلب العلماء يقبلون آراء القدامى وما عندهم الجرأة أنهم يناقشونها، لكن ابن الهيثم كان أحد العلماء العرب اللي أسسوا لفكرة الشك والتجربة وعدم قبول آراء القدماء سوى بالنظر فيها وتمريرها على العقل.
فكان يقول ردا على أقوال علماء اليونان، يقول: حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبيعة البشر، وأنه كثيرا ما يقود الباحث إلى الضلال، والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه. في محبسه طبق نظرته التجريبية على فكرة الرؤية والإبصار، وبحث في كيفية عملها، فمنحته الصدفة الإجابة عن سؤاله. كان ابن الهيثم جالس في حبسه المظلم، فلاحظ على جدران الغرفة ضوء جاي من ثقب الباب، ولما ركز فيه بدأ وكأنه لم يكن ضوء فقط، بل كان صورة منعكسة للحارس اللي يتحرك في خارج المحبس. أغلق الفتحة بيده وراقب شو اللي بيصير، فاختفت صورة ظل الحارس على الجدار، شال يده على الفتحة فرجعت صورة الحارس المنعكسة للظهور. وهكذا بهذه البساطة فهم الأمر: انعكس الضوء عن الأجسام في الخارج، ثم دخل من خلال الثقب الصغير في الباب وشكل الصورة على الجدار المقابل. إذن الأمر كله في الضوء وانعكاسه، ولولاه لما قدرنا أن نرى الصور. فتوصل إلى أن رؤية العين تحدث بالطريقة نفسها، فالعين هي الغرفة المظلمة، وفتحة العين هي الثقب الصغير، يسقط الضوء على الأجسام فتراه العين، وهكذا نبصر ونرى. وعلشان يثبت ابن الهيثم نظريته، صنع صندوق صغير وأغلقه بإحكام، ووضع على أحد أطرافه ورقة رقيقة وثبتها، وحط في الطرف المقابل فتحة صغيرة، ثم أضاء ثلاثة شموع ووضعها أمام الصندوق من جهة الفتحة، ونظر إلى الورقة الرقيقة فشاف صورة الشموع مقلوبة على الورقة. طيب شو اللي صار؟ دخل ضوء اللهب من الشمعات الثلاث إلى الثقب الصغير في الصندوق، ورسم صورة مقلوبة على الورقة الرقيقة، وهو أمر شبيه باللي شافه في الغرفة ذلك اليوم، مما أثبت أن أفكاره عن كيفية الإبصار والرؤية كانت صحيحة. واستنتج لاحقا أن هكذا تبصر العين، مو بمثل ما قال علماء اليونان قديما. عرف صندوق ابن الهيثم بالبيت المظلم أو القمرة، ومن خلال تجاربه المتعددة اكتشف ابن الهيثم بأنه كلما صغر الثقب في الصندوق أصبحت الصورة أوضح، وبالتالي هذه الفكرة طورت في المستقبل مفهوم الكاميرات. ابن الهيثم أدرك أن دخول أشعة الضوء إلى العين ليست سوى الخطوة الأولى، فعلشان تحدث يعني الرؤية لابد من فهم العين ومكوناتها. فظل يدرس في محبسه لسنوات طويلة، لين انتهى به الأمر لتأليف كتابه الكبير والشهير جدا المناظر، اللي شرح فيه وظائف العين وتقسيم أعضائها الداخلية، ووصف يعني العين بشكل دقيق، فتكلم عن القرنية والقزحية والعصب البصري وغيرها، ورسم تشريح العين من الداخل بشكل دقيق مقارنة بما كان موجود من علوم في ذلك الوقت، وأيضا وضع قوانين لانعكاس وانكسار الضوء وغيرها. تم تصنيف كتاب المناظر مع كتاب برينسيبيا ماثماتيكا لأيزاك نيوتن كأكثر كتابين من الكتب اللي أثرت في تاريخ الفيزياء، لأنهم صححوا فهمنا للضوء والرؤية. في هذا الكتاب شرح ابن الهيثم كيف نرى. ببساطة لما الضوء يسقط على جسم معين يرتد عنه، مثل لما نشوف صورة أشجار منعكسة على سطح بحيرة كمثال يعني، وإلا كنا بنشوف الأشياء في الظلام. هذا أدى مع تطور العلم والمعرفة اختراعات كثيرة، من نظارات القراءة إلى شاشات الكمبيوتر وجهاز الرؤية اللي يستخدم في الغواصات وأشياء كثيرة غيرها. هناك من يقول إن نيوتن كان يحتفظ بنسخة من كتاب المناظر لابن الهيثم في بيته، لأن الكتاب ترجم إلى اللاتينية، ولكن هناك فريق ينكر هذا الموضوع لعدم وجود دليل قاطع عليه، بس هذا غير مهم. وقلنا في حلقات أخرى أن العلم تراكمي، يعني كل عالم يطور ويبني على العلوم اللي كانت قبله. وما ننسى أن ابن الهيثم ونيوتن يعني كان بينهم العالم الفلكي الشهير كيبلر، اللي أثرت قوانينه وكشوفاته في أفكار نيوتن. ولكن في شيء مهم هنا، نيوتن له قوانين ثلاثة مهمة تسمى قوانين نيوتن الحركة، نيوتنز لو أوف موشن، اللي تعد قوانين مؤسسة للفيزياء الكلاسيكية. طيب ابن الهيثم قال إن الأجسام في حركة دائمة ما لم توقفها قوة خارجية أو يتغير اتجاهها، تمام؟ نيوتن في قانونه الأول يقول الجسم الساكن يبقى ساكناً والمتحرك يبقى متحركاً ما لم تؤثر عليه قوة معينة. هنا
نجد بأن الكلام تقريبا نفسه، لكن نيوتن يقول وصلت إليه لأني وقفت على أكتاف العمالقة. فما ندري هل قرأ كلام ابن الهيثم أم لا، لكن المهم وأن ابن الهيثم لابد يأخذ حقه في مسيرة الكشوفات العلمية عبر التاريخ. أعمال ابن الهيثم مثلها مثل كثير من معارف العلماء العرب في العصور الوسطى، شكلت جسراً مهماً للمعرفة أمام أوروبا لما بدأت نهضتها مع بداية تشكل الأفكار الحديثة في عصر النهضة. وفي أوائل القرن الثاني عشر كانت مدينة طليطلة في أسبانيا مركزاً هاماً للترجمة، وترجم فيها الكتب العربية اللاتينية وبعدين اللغات أخرى أوروبية. ترجمت أغلب أعمال ابن الهيثم تقريباً إلى اللاتينية، مما جعلها متاحة لعلماء أوروبا. لكن الغريب هو أن ابن الهيثم كان تأثيره على العلوم اللي طلعت باللاتينية أكثر من تأثيره على ما كتب العربية بعده، تصوروا. وربما لأن الحضارة العربية بدأت بالانحسار بعد ابن الهيثم بفترة قليلة. عالم الفلك البولندي يوهانس هيفيليوس، وهو العالم اللي قدر يرسم سطح القمر كما رآه من خلال التلسكوب، قام بتكريم ابن الهيثم في كتابه اللي نشر في عام 1647، حيث وضع ابن الهيثم على قدم المساواة مع غاليليو في ذلك الكتاب، وقام برسمهما الاثنين جنبا إلى جنب. من الجميل أن ابن الهيثم لقى حظه من التكريم سواء في الغرب أو حتى في بلدان العربية، فهناك شوارع ومدارس ومستشفيات ومراكز تعليم باسمه اليوم، صح ولا لا؟ بس المهم هو أن نكمل المسيرة. فالعلم ليس حكراً على أصل أو منطقة جغرافية، اللي يبى العلم يحتاج أن يتحلى بالدقة والاجتهاد، وأن يكون حيادياً في أبحاثه ومخلصاً لتقديم شيء للإنسانية. لما كنت في الثانوية قرأت جملة جميلة للأديب المصري مصطفى لطفي المنفروطي أثرت في حياتي، حيث قال: إذا لم تزد على الحياة شيئاً فأنت زائد عليها.